هل تعتقد أن الرحمة تختصر فقط على البشر؟ كونهم هم الذي لديهم عقل ويقدرون فعلا مدى أهمية الرحمة، وأن غير البشر لا يستطيعون أن يتمتعون بصفات الرحمة وليس لديهم عقل ليدركوا مدى قيمة الرحمة حقا. في الواقع أنت بالتأكيد على خطأ، فالرحمة لا تختصر على البشر فقط، ولكن يمكنها أن تكون بين الحيوانات وبعضها البعض، حتى لو إنها لا تنتمي لنفس الفصائل الحيوانية. وإليكم في هذا الفيديو دلائل وثيقة على أن الرحمة لا تختصر على بني إنسان فقط، وإنما تكون بين الحيوانات مع بعضها البعض. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا تدعمنا بلايك والاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد. حيوان النوى هذا حاول أن يشرب الماء فيصبح ضحية تمساح جائع، حيث هاجمه التمساح ومسك به بإحكام، وعلى الجانب الآخر من الماء كان يقف رفاقه، وظل التمساح يهاجمه بشدة ويجره إلى الماء، وعلى ما يبدو لم يكن له النية ليتركه، وهذا عادة ما تفعله التماسيح. لقد صمد لفترة طويلة جدا، وفي نهاية المطاف تعب الحيوان، وكان التمساح يجره بشدة إلى الماء، ولكن فجأة تسبح فرس النهر مسرعة عليهم، ولم يترك الحيوان في هذه المحنة، وذهبوا إلى التمساح وأجبروه أن يتركه، وبذلك قاموا بإنقاذ حياته. كان هذا الدب يمشي وفجأة لاحظ غراب يغرق في الماء، فهرع على الفور ليساعده وسحبه من الماء. مراقب البوابة في هذا الوضع اعتقد أن الدب يريد أن يفترس الغراب، ولكن على العكس قام الدب بإنقاذه وإخراجه من الماء. هذا موقف لدب قررت أن تعطي ابنها الصغير درسا في البقاء على قيد الحياة، حيث تسلقت الأم المنحدر الثلجي، ولكن الدب الصغير لم يستطع تسلق المنحدر في البداية بمفرده. حاولت الأم مساعدته وسحبه للخارج، ولكن رغم كل هذا لم ينجح. بعد عدة محاولات كان الدب ما زال قادرا على التسلق، واستطاع في النهاية بالفعل التسلق بمفرده ومواصلة الرحلة مع أمه. كان هذا الدب يلعب بينما خانته قدمه وسقط في الماء، فما كان من أمه سوى أن أسرعت إليه وأنقذته من الغرق وأخرجته، ولم تخرج إلا بعد أن تأكدت إنه بخير. قد يبدو لك أن هذا الأسد سيأكل هذا الصغير، ولكن في الواقع إنه يداعبه فقط. قبل أن تجرف المياه هذا الكلب معلنة انتهاء حياته، قام صديقه الوفي بإنقاذه في آخر لحظة. بالرغم من أن القطط تحب تناول الأسماك، ولكن على عكس المتوقع تساعد هذه القطة السمكة لتستعيد حياتها من جديد. هذه السحلية تحاول إنقاذ حياة صديقتها من الثعبان، فما كان منها سوى إنها عرضت حياتها للخطر من خلال مهاجمة الثعبان. هذا الطائر يساعد هذا الكلب الجائع بإطعامه في مشهد نادر ما نراه. هذا أقدم على إنقاذ صغيره من خلال عمل يشبه الحملة البشرية بمساعدة الحيوان الآخر، وبالفعل تمكن من إنقاذه. وفي النهاية، إذا أعجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد.